انا شايفه ان الفيدباك اللي حضراتكم بعتوه احسن بكتير من الافكار اللي بعتوها للحمله. ايوه فعلا، بس احنا عندنا ملاحظات عايزين نقولها لكم. يعني منها مثلا ازاي في رمضان ما ينزلش غير الزبادي بس، برغم اننا عندنا منتجات كتير قوي في شركتنا ممكن نتكلم عنها. احنا محتاجين افكار عن الالبان، كامل الدسم، خالي الدسم، حاجات كده. وانا مش عايز انزل بالحمله خالص غير في رمضان، مش قبل كده، ده اللي في دماغي يعني. ويا ريت الاعلانات اللي في التلفزيون توضح اسعار المنتجات، لان انا ده مهم جدا بالنسبه لنا، وكمان ما شفتش الاسعار في الستوري بورد. احنا طبعا اكيد هنعمل كده. هو مين حضرتك؟ انا اروى مجدي، مدير تسويق الشركه. والبي مهدي، مدير المبيعات. والاستاذ حسين ده شوقي بي، صاحب مصانع الالبان اللي احنا بنعمل الكامبين بتاعتها. يا حسين اهلا وسهلا. طيب هو حضراتكم ايه بقى اللي جايبكم؟ لان انا بصراحه مش فاهم. لا حقيقي مش فاهم، حقيقي مش فاهم. يعني حضرتك مثلا بتاع التسويق، ايه اللي يفهمك اصلا في الافكار؟ نعم ايه اللي يفهمك في الافكار وانت بتاع مبيعات؟ يعني انت مالك الاسعار تنزل ولا ما تنزلش؟ انا مش فاهم. طبعا هيك المحفظه لازم تبقى راشق في كل حاجه، ما هو الاساتذه اصلهم بيحلموا وبيلكوا لمجرد اللك. هو انتوا مثلا عندكم لبن رايب ممكن انزل بيه في رمضان؟ خالص. البرودكتس بتاعتكم ما فيهاش غير الزبادي اللي ممكن انزل بيه في رمضان، مش اكتر من كده. يعني لما تيجوا تتكلموا وانتوا فاهمين، مش لك 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 وخلاص. احنا حسين. بنعمل اعلانات، لو سمحتي، احنا بنعمل اعلانات واحنا مظبطين شغلنا كويس جدا، ما بنعملش اي حاجه وخلاص. حسين ما يصحش كده، احنا في ميتنج. تشرب حشيش في الاجتماع؟ ايه المشكله لما اشرب حشيش في الاجتماع؟ وانت مالك لما اشرب حشيش في الاجتماع؟ يعني ايه اللي حشرك في الموضوع؟ مش فاهم مضرور في ايه؟ ما انت ممكن تكون بتشرب سيجار. هاجي اقول لك انت بتشرب سيجار ليه؟ ايه الشعب المتطفل ده؟ لا انت بتختاري موظفين كويس قوي على فكره، برافو عليك. مرحله ان هو بيقدمنا واحنا اللي بندفع الفلوس. شفت؟ قلت لك عشان المحفظه لازم تحشر نفسك في كل حاجه. روح اتعلم الشركات المالتي ميديا، اصحابها سايبينها ما لهمش دعوه بيها، مش جايين يقولوا انت هتشرب حشيش في الاجتماع. ايه الحاجه القرف دي؟ انت اخر واحده ممكن اتعامل معاها، وكالتكم دي اخر وكاله ممكن تعملي الاعلانات، وانت بالذات اخر واحد ممكن تكريت الاعلان بتاعك. انت اخرك تروح وكاله البلح. يلا 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 يلا. ايه الناس دي؟ ايه اللي انت جايباهم دول؟ مع السلامه. مع السلامه. ايه في ايه؟ انت جايبه شويه بقر يقعدوا معايا، بقر. حسين ايه في ايه؟ طيب انا قلت ايه غلط؟ الله، اوف، ام الدماغ اللي مش عايزه تتعامل دي. ايه ده؟ جنب حالة عندنا؟ محدش قال انك جيتي. هي عاملة ايه؟ في ايه؟ عموما انا تمام جدا، انت ايه الاخبار؟ تمام، مفيش جديد. باجي الشغل في مواعيد الصبح، بمشي اخر واحد في الشركة، شريف مطلع عيني بسبب غيابك وبشتغل مكانك كتير، يعني اللي حصل ده كتير، هقدم استقالتي والله. انا اسفة مصطفى، بجد اسفة. اسفة ايه؟ انت صدقت انا بهزر؟ انت ياما شلتيني يا جان. في ايه؟ جان ازيك؟ اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا بنتي ما طولتيش؟ ايه الهاني مون القصير ده؟ قلت كفاية كده، عندنا شغل وعندنا حاجات. بس زي القمر، هو الجواز بيعمل كده؟ ما شاء الله. ميرسي قوي. طب عن اذنكم. تمام. ايه عاوزين حاجة؟ لا عاوزين ايه؟ انت عملت التمام. طيب يلا سلام. 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 ما عزمتهاش؟ أنا نسيتها تقريباً. هو مفيش حد قالها؟ لا، يعني أنتِ بقيتي زي القمر بعد الجواز، الجواز بيغير سخيفة جداً. قولي الشغل إيه أخباره؟ الشغل تمام، مفيش. صح، في مؤتمر كده سفرية ثلاث أيام. مؤتمر كده للإنتر ماركتينج، كان المفروض شريف طالع وأنتِ وشريف طالعين، بس شريف اعتذر وأنا دبست مكانه. بس قشطة، نطلع يعني كده ثلاث أيام سفر ليوز. يا أهلا يا أهلا. أهلا، إزيك يا جان؟ إزيك؟ الحمد لله على السلامة، أخبارك؟ تمام. إيه اللي جابك؟ قطعت أجازتك ليه؟
كفايه كده بقى نشتغل شويه. ده لما صدقت ان انا اطلع عين واحد صاحبنا اهو شفت بقى نيتي ونيتك يا جون رجعت لك اهي. مش تصدقي في الفتره اللي انت كنت غايبه فيها كان مصطفى حاجه تانية خالص، وانا ليا اقتراح، تاخدي اجازه طويله قوي وهو يشتغل مكانك. طب ما ناخد اجازه وانتوا اشتغلوا انتوا الاثنين مكاني يا شريف. شريف يا مستر شريف يا اصل انا الفتره اللي فاتت يعني خدنا على بعض فانا قلت ايه خلاص خلصت ورقك. اه كله كل حاجتك تمام كله بونا. بالمناسبه يا جان المؤتمر ده كان المفروض تطلعي فيه وانا ما كنسلتش الحجز اللي فيه، وعايزك كده تفكري هما 3 ايام غير فيهم جو. هفكر ارجوك وبقولي عايزين حاجه. لا مستر شريف باي باي. تعالي السفرية دي اشتع تغير جو. ممكن نتكلم بهدوء؟ مش عايز اتكلم اصلا. انت ما بتفهميش ايه الاسلوب الزبالة اللي بتكلمني بيه ده؟ انت هتستفاد ايه اصلا لما تعمل كده؟ وانت مال اهلك هستفيد ايه؟ مال اهلي؟ انت مجنونة ولا ايه؟ خليك محترم في اسلوبك معايا. خليني محترم. خليك انت محترمة. شايفيني مختلة عقليا ولا ايه؟ طب اشرب بس السيجارة دي كده واهدى. وبعدين مين الزفتة اللي هم جايبينها لي دي؟ وش عرفني هتاكل معايا ولا مش هتاكل معايا؟ قال لي ياخد اجازه شهر عشان واحده عندها عقد ونقص تقعد تكتب فيها تقرير. مين حته البتاعه دي اللي هتقعد تكتب فيها تقرير؟ انا مش فاهم ايه القرف ده. ايه ده؟ انا مش متخيل بصراحه. اهدى بس كده وخلي اسلوبك كويس يا ستي. مش عايز اهدى انا، انا عايز ابقى دمي فاير. طز براحتك يعني اعمل لك اوف. سارة ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا سارة؟ ازيك انتي؟ قولي لي خير؟ ابدا يا ستي. حسين احمد الكرييتيف دايركتور اللي شغال عندي في الشركة عبقري جينيوس يا سارة. كل حملاتنا كلها من افكاره. جميل؟ لا مش جميل ولا حاجة. استني بس اما اكملك. عنده مشاكل في شخصيته، يعني تقدري تقولي مش مشاكل، كوارث. يعني عنيف مع الموظفين اللي معاه، همجي جدا، بيشتم اي حد حتى الكلاينتس. فانا طبعا ابتديت ما عدوش مع الكلاينتس عشان ما اخسرهمش. ده غير بقى انه كمان عنده مشاكل صعبه كتيره جدا جدا عايزه رغي وتفاصيل. هو عندك بقاله قد ايه؟ بقاله 2 سنين. طب ومشيتيهوش ليه من ساعتها؟ لانه بيكسبني مبالغ مهوله كل شهر، وكمان زي ما قلت لك شاطر جدا. انا كنت الاول بستحمله في اي حاجه بيعملها، لدرجة إن كنت بشغل ناس وامشي ناس لأنهم مش عارفين يتعاملوا معاه برغم إنهم كويسين جداً وهو مش كويس. يعني تقدري تقولي إن أنا السبب في الحالة السيئة اللي وصل لها دي. هو ما كانش كده، ما كانش مغرور كده، معرفش دلوقتي بقت الإيجو عالية عنده جداً. طب وأنا مطلوب مني إيه بالظبط؟ ولا حاجة ستي. أنا قبل ما أدخلك اتكلمت معاه وقلت له إن أنا جايبة له أخصائية نفسية، وديته شهر أجازة، وقلت له انه بناء على التقرير اللي انت هتقدميه هيفضل في الشركه يمشي. طبعا انا اسفه يا ساره ان انا عملت كده من غير ما استاذنك، بس انا متاكده ان انت مش هيبقى عندك مانع. اللي مخليكي متاكده قوي؟ متاكده لان الشخصيه اللي تشوفني لاول مره وتقول لي ان ابني ممكن يكون احسن من كده وان هي قادره انها تعالجه اكيد مش هيبقى عندها مانع انها تدخل في تحدي. بس انت عارفه ان انا بعالج اطفال. صدقيني يا ساره تصرفات حسين دي زي تصرفات الاطفال. وبعدين انا قعدت مع شركائي واتفقنا ان احنا نديكي مبلغ كبير جدا لو نجحتي ان انت تغيري سلوكه. انت عارفه ان الحاجات دي ما بتفرقش معايا. انا عارفه يا ساره ان ما بتهمكيش الفلوس، بس اكيد يهمك النجاح. طب ولو قرر ان هو يروح ايجنسي تانيه مثلا؟ مستحيل. مفيش اي وكاله ممكن تقبله لانها عارفه عيوبه كويس جدا. سارة على فكرة أنا مش عايزة من حسين حاجة، أنا كل اللي أنا بعمله ده عشان خاطره، بس هو للأسف مش قادر يفهم كده. هو الصوت العالي اللي أنا سمعته وأنا داخلة ده كان هو؟ ده حسين. أنا آسفة طبعًا، هو بيشرب حشيش وبيوقع على الأرض، هو أصله همجي ومش نظيف بس. إيه ده؟ استني بس يا سارة، شوفي واحكمي على تصرفاته وكلامه. ده مصيبة. مين حتة البتاعة دي اللي هتقعد تكتب فيها تقرير؟ انا مش فاهم. سوري يا سارة، سوري انا اسفة. معلش ولا يهمك. خليها ترفد.
الشغل كله يقف عندها. يا حسينيه بتعمل كده عشانك مش عشان خاطر الشغل. ليه هي يمي ولا ايه؟ شايفاني بشد في شعري؟ ايوه حسين بصراحه اسلوبك اليومين دول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اسلوبك؟ هي حفظتك ولا ايه؟ اسلوبك قال. شوف انت خسرتنا كام عميل لغايه النهارده بسبب اسلوبك ده؟ اه وشوفي كسبتكم كام مليون بسبب افكاري دي؟ ها؟ حسين ده انت حتى الناس اللي شغاله معايا مشيت بسببك. انت بتتكلمي كده ليه؟ انت اتغلطت يا بنت ولا ايه؟ هو اصلا انا غلطانه اللي بتكلم مع واحد يلا في 60 ده حيوان. ايه الاشكال دي؟ انت اللي حيوان و60 حيوانه. ايه السفله اللي بيجيبوهم دول؟ دي مصايب والله والله مصايب. والله نشرب 6 جوينتات اهو. معقول؟ سوري يا ساره. لا عن اذنك بقى يا ساره انا معلش انا اسفه مش هينفع كده. ده مش بني ادم ده حيوان. ثانيه واحده وراجع لك. حرق الدم بقى. ده مجنون خالص يا حرام. في ايه بتزعق ليه؟ حتى الدكتورة اللي جايبها لك علشان تهذب أخلاقك عمال بتشتمها. بتشتمها ليه؟ الكلاينتس بتقعد تهزقهم ليه؟ عشان إيه؟ انت بتعمل كل ده ليه؟ امشي اطلع برا يا حسين. نعم اطلع برا؟ هو انت تعرفي تشغلي الشركة دي من غيري؟ ده انا بكسبك ملايين كل شهر. انا من غيري تقعدي في بيتك. ملايين ايه؟ والله لو بتكسبني ملايين والملايين دي مش هتجيلي غير من وش واحد زيك انا مش عايزاها. انت في ايه يا اخي؟ محدش عاجبك؟ سافل وقليل الادب وما تربتش ومستحملاك. ليه كل ده ليه؟ انا مش عايزاك في شركتي. امشي اطلع بره يا حسين. بره بدل ما اندهلك السكيورتي يرميك بره. بره انا خارج من الجنه. بره. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ سوري يا سارة انا اسفة جدا على كل اللي حصل. ولا يهمك انت مالكيش ذنب خالص. ده هو اللي شخص غريب جدا. عموما لو احتاجتي اي حاجة انا موجودة. مرسي يا سارة متشكرة. اوكي عن اذنك. مرسي. تكرش لي يا عروسة الاكل هنا فحيت على فكره. المطعم ده غالي جدا والله. انا مش عايزه اكل. على فكره تقدر تتكلم عن نفسك شويه بدل الاكل. والله العظيم انا كنت هعمل كده دلوقتي. انا كنت لسه هتكلم يعني. ما بظبط يعني. طب ابلع بالاول وبعدين كمل كلامك. انا هعمل كده. ماشي. الفيلا؟ فيلا؟ محدش طلب فيلا هنا. هو بيسالك عايز تاني؟ اه والله. طب ما تقول كده ابن عمتي. صب يا باشا. تسلم عمو. انا بقول حاجه بقى يعني. هاني انت خريج ايه؟ انا اصلا يعني خريج الحياه النفسيه متربى في قفة وراضع من قدره فول يعني. وقله الادب والجلابيه دي تلاقيهم مش هيطلع رواد. مش فاهمه حاجه من كلامك. بص انا اصلا خريج تجاره وبقى الحاج يعني نزلني في الشغل من زمان. اتمرمطت بقى وشفت شقه ودماغي اتكسرت في الرصيف. المهم بقى انت بقى خريجه ايه؟ انا خريجه اي او سي. ايه ده؟ امال الحاج قال لي انت خريجه جامعه امريكيه. ما الجامعه الامريكيه هي نفسها الاي او سي. اول مره اعرفها والله. تخيل. بلاش بقى. هاني عايز اسالك سؤال. انت شايف ان احنا الاثنين ننفع نكون لبعض؟ اه طبعا. ازاي؟ بصي انا هاني وانت هبة. احنا اتنين حرف واحد حرف الهاء. توافق طبعا. عمو ولا فيلا؟ اه كل كل حاجه. والله الاكل هنا جامد جدا. اوكي Thank you.
يا أخي حلو قوي إن الواحد يرجع بعد يوم طويل من الشغل ياخد شاور يترمي على سريره يسمع مزيكا ينام وقت ما هو عايز. حاسة إن حياتي رجعت لي من تاني. تنامي دلوقتي لسه بدري. اللي بدري أنام أنا حرة. عارف أنا قررت أصحى بكرة بدري وهنزل أروح الجيم. أيوة كده. بقولك إيه؟ طب ما أنا ممكن أجي معاك الصبح بدري بعد ما أوصل الواد ابني المدرسة. ممكن. ما تتأخرش ها؟ تصبحي على خير. وأنت من خير. يا اشرف. اهلا يا حسين. ازيك انت عامل ايه؟ بقول لك ايه؟ في مكان عندكم في الشركه؟ اصل انا سبت. ازاي بس يا ابني؟ ده انت ضارب علي صاحب الشركه، اروح اقول له الراجل اللي ضربك عايز يشتغل. مش المهم انه بيستفيد مني؟ ايه الوساخه دي؟ انا مش عارف الناس بتخلط الامور ببعضها ليه؟ اقفل اقفل يا اشرف اقفل. ايه يا احمد ازيك؟ ازيك يا حسين؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ بقول لك ايه؟ انا سبت الشركه عندي، ينفع اجي عندكم؟ ما عنديش مكان يا معلم للاسف. انت عارف بقى بهير بيشتغل كويس ومش مقصر، الا بقى لو انت عايز تشتغل تحت ايده. انت مجنون يا احمد؟ اقفل إيه يا اقفل إيه يا احمد اقفل. يا جورج ازيك يا سحس؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه؟ انا سبت الوكاله عندنا، ينفع اجي اشتغل عندكم؟ ما ينفعش تسيب يا معلم، كل السوق عارف بلاويك ومشاكلك، ما حدش هيشغلك يا حسين. على فكره انا حسين احمد يا جورج. والله العظيم كلهم عارفين انك جامد، بس بتاع مشاكل، هيجيبوا وجع الدماغ لنفسهم ليه؟ ايه اللي ليه؟ عشان انا عملت اقوى ثلاث حملات في مصر، عشان انا اللي بخلق موت الافيهات. في ايه يا جورج؟ ولو في غيرك عيال كتير صغيره لسه طالعين وبياخدوا اقل منك وما بيعملوش مشاكل. حسين كمل عندك وما تسيبش حد. السوق وحش. اسمع مني دلوقتي، كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمرة لها عمل على المدفع. اول ما تسمع الندى طقم مدفع كل واحد يقول. بقولك ما تقومي تروحي لاصحابك. لا انا مش عايزه، بعدين هم مشغولين كلهم. طب الشغل كان ايه النهارده اخباره؟ عادي يا ماما عادي. يا حبيبتي انا عايزاكي تسافري يومين تغيري جو. يا ريتك كنت كملتي الاجازه وكنت سافرت انا وانتي وبابا. انا كان عندي مؤتمر في الشغل، في سفر كده كام يوم بس انا اعتذرت. ليه يا حبيبتي؟ كنت سافرتي غيرتي جو. ينفع تكلميهم تقولي لهم ان انتي هتروحي؟ طب المؤتمر ده امتى؟ بكره. انا هقوم احضر لك الشنطه. ماما بجد انا مش عايزه مش عايزه. يا حبيبتي ليه؟ روحي غيري جو كده وشوفي ناس جديده، اخرجي من اللي انت فيه. انا هقوم احضر لك الشنطه. اهلا بيكم، وحشتوني. ازيكم؟ هات يا ابني الشنطه. شكرا. اتفضل معليك. شنطه حمزه ده اسم برنامجنا الجديد. يا ترى شنطه حمزه فيها ايه؟ فيها قضايا، فيها ملفات، فيها بلاوي سودا، وفيها حاجات كويسة. شنطة حمزة النهاردة فيها سي دي مكتوب عليه انجي، ولكن بما ان بقى عندنا اعلانات قابلكم بعد الفاصل. بالتوفيق يا انجي، ربنا معاك.
يلا يا جماعه حد ياخد الاستاذه انجي يدخلها اربع دقايق وهنكون على الهواء. مش هكدب عليكي، انا اول ما شفته قلت ازاي انتوا مستحملينه ده. ده مش بس قليل الذوق في كلامه مع الناس، كمان عنيف معاهم جدا. انا متاكده انه هيكلمك او هيكلمني لانه محتاج الفلوس اللي بياخدها من عندنا. اشك، ولو ان بيني وبينك مش بعيد، هو اصلا شخص مختل. هنستنى ونشوف. بالظبط. طيب خلاص يبقى هنتكلم تاني. باي. في شنطة حمزة سيدي قصته هتحكوا لنا صاحبته. والحقيقة أنا اتشرفت بمعرفتها لأني من فترة كنت عايز أتعرف عليها وأسمع أفكارها. إنجي السيد الصحفية المميزة في مجلة الرجل، صاحبة المقالات اللي أنا شخصيا اتكلمت عنها في البرنامج. إزيك يا إنجي؟ إزيك يا أستاذ حمزة. حمزة بس، شيل الألقاب. أوكي حمزة. طيب السي دي ده فيه إيه؟ السي دي ده في طليق مصورني وانا معاه في اوضه النوم واحنا لسه متجوزين. مين جوزك؟ قصدي اللي كان جوزك. رجل اعمال مرتضى مراد. هو رفع النهارده السي دي على اليوتيوب. هو نزله بعد ما عملت تحقيق صحفي عن رجال الاعمال الفاسدين. هو تخيل ان انا كنت بتكلم عنه. انت الكلب. مع ان انا ما كنتش كاتبه اسماء. لحظه بس. ممكن تدخلوا تقولوا لي كم واحد شاف الفيديو لغايه دلوقتي على اليوتيوب؟ انت كنت اتكلمت عنه؟ ايوه، لانه فاسد. هو قابلني بعد نزول المجله بكام يوم وهددني بالسي دي، وقال لي ان هو لو ما نزلتش تحقيق صحفي عن اهم انجازاته ونجاحاته هيرفع السي دي على اليوتيوب. وفعلا عمل كده. الشنطة اللي عند حضرتك فيها عقد الجواز وقسمة الطلاق، وطبعا التاريخ موجود على الفيديو. ما شالوش طبعا لان هو ما تخيلش ان هو يهددني بالسي دي ده بعد سنتين من الجواز. كويس قوي. طب انجي معلش، ممكن اعرف انت ليه قررت تيجي وتحكي لي رغم اني عارفه ان ده ممكن يضرك ويشهر بيكي خصوصا مع اصحاب النفوس المريضه؟ ديك انت قلتها، عشان اصحاب النفوس المريضه. أنا جاية النهاردة بقى عشان دول. هو كده كده كان هيرفع السي دي على اليوتيوب، وهو عارفني من القوية وعمري ما كنت ضعيفة. على فكرة عايزة أقول لك حاجة، أنت ما كنتش هتعرف إن أنا اللي موجودة في السي دي لأن هو طامس الوش منه. أنا جاية بقى النهاردة أقول إن أنا اللي موجودة في السي دي وإن اللي معايا هو مرتضى مراد. جوزك؟ لا، طليق. أنا بس عايزة كل واحد يراعي ضميره وهو بيتفرج على الفيديو ده. أولاً أنا ما كنتش أعرف إن أنا بتصور. ثانياً ده كان جوزي. ثالثاً أي حد بيشوف الفيديو ده يعتبر إن أنا أخته، أمه، مراته، أي حاجة. إنجي الناس كده كده هتتفرج على الفيديو. لأن مفيش ضمير، في هوس جنسي. تلاقي نسبة الدقون عالي قوي والمحاجبات قد كده والوساخة أكتر منهم. الراجل من دول يتوضى وينزل صلاة الجمعة، ده لأنه حريص إنه يصلي الجمعة فقط. بس مفيش مانع إن بعد ما يصلي الجمعة حرما جمعا. شفت مين اتطلقت؟ مين اتجوزت؟ مين ما بتخلفش؟ حاجة بقت هباب. للأسف إحنا بقينا شعب بيكيفنا النميمة، كيفنا أكتر الشتيمة والدخول في حياة الناس الشخصية، وده طبعاً مع الجهل الشديد الثقافي والديني يخلينا مجتمع غايز في الوساخة والنفاق. إيه اللي يخليك تتفرج على واحدة متجوزة ونايمة مع جوزها؟ طيب اللي يخليك عايز تكمل فرجة برضو؟ مش هسامح أي حد يتفرج على الفيديو ده. وبقول لكل واحد هيتفرج على الفيديو ده، لو أنا مش محترمة قدامك فأنا محترمة قدام نفسي. وعندي مبدأ، ربنا أكيد عالم بنيتي يعني. ونعم بالله.
انجي انا عايز اقولك انهم بلغوني دلوقتي ان الفيديو من اول الحلقة لغاية وقتنا هذا اتشاف مليون مرة. بس الخبر كويس اني كلمت قبل الحلقة كام واحد كده من العيال اللي تحس انهم بهايم، بس هم عيال عبقرة. دلوقتي بلغوني ان الفيديو اتشال حالا. انجي، في يوم المنتج الفني بتاع المحطة هنا طلع علي اشاعة ان انا على علاقة مع البروديوسر بتاعت البرنامج ده. عارفة يا انجي، البرنامج اللي فات نجح، ولان البنت دي شاطرة واحسن منه هو عمل كده. الناس هنا كان نفسها تصدق علينا اي حاجة وحشة. للأسف الإشاعة انتشرت، بس أنا عملت زيك كده، مسكتش، وقفت وقلت كل اللي أنا عايزه. البنت دي قد بنتي، عيب قوي طلع عليا إشاعة قذرة كده. وبعدين مين دي؟ ما لقيتوش غير دي، يعني حاجة زبالة قوي. يا ابن الذين يا واطي، ماشي يا حمزة، مش مستوى. أنا بهزر طبعا. إنتي عايزة تقولي حاجة تانية؟ أنا من برنامجك هنا بقدم بلاغ للنائب العام إن مرتضى مراد حاول يهتك عرضي بشهر بسمعتي. ودي جناية. السيد النائب العام، هذه جناية. أوكي، أنا كلمت والدة أدى، نتقابل بكرة الصبح الساعة 12 الظهر. الصبح 12 الظهر، والله العظيم ضايع مختل. أنا عايز أقولك يا إنجي إن دموعك دي دموع قوة مش دموع ضعف. أنا عادة بسلم على كل الناس، بس أنا النهاردة بسلم على المحترمين والمحترمين فقط. وأي واحد وسخ سواء راجل أو ست بقول لهم اتقوا الله، وبقول للمحترمين فقط أشوفكم الحلقة الجاية. تصبحوا على خير. مبروك. عجبتك؟ قوي. انا زباله قوي كده يا ابن اللذينة. صدقيني يا حبيبتي انا حاولت كتير ما لقيتش الطف من كده. لا مبروك، عامل شغل هايل. مبروك. انا صدقت ان الصوت على فكره. ايه ده؟ ايه الزريبه اللي انت عايش فيها دي؟ وبعدين انا مش فاهمه، هو مش كان في ما بيننا ميعاد؟ ميعاد ايه؟ ما ينفعش تشرب حشيش واحنا بنشتغل على فكره. شغل ايه ده؟ شغل ايه؟ ايوه اللي احنا بنعمله ده اسمه شغل، انا مش جاي اهزر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش في ناس قاعده؟ اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. تخش الحمام. مش عايز اعمل حمام، اخش الحمام ليه؟ ومحدش علمك كده خالص؟ على فكرة الأجانب بيعملوا كده عادي، انتوا بس اللي متخلفين وجهلة ومش فاهمين حاجة. ايه مش حاجة طبيعية؟ أولاً الأجانب ما بيعملوش كده، الصينيين هم اللي بيعملوا كده، وأنت مش صيني. مش عارفك، شفتي بقى إنك غبية؟ أي اتنين متجوزين على فكرة بيعملوا كده قدام بعض عادي. يا ربي. لا 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 لا، ده كتير. على فكرة وشك نحس، عمرها ما جلد. إيه القرف ده؟ أنا مش مراتك، وبعدين أنا قلت ما ينفعش تشرب حشيش وإحنا بنشتغل، ما ينفعش، ده ما ينفعش. أنت مجنونة ولا إيه؟ أنا ما ينفعش حد يتكلم معايا كده أصلاً. بقولك إيه؟ أنا غلطانة أصلاً إن أنا رضيت إن أنا أشتغل مع واحد مش بس مريض، كمان مش متربي، عن إذنك. يلا 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 يا متربية، يلا غرف ده يلا. إيه ده؟ نطت علينا. بقولك إيه يا إنجي؟ هم عملوا لهم محضر ضبط واحضار
وكيل النيابه قال لي ان هو هيقبض عليه النهارده. بصي انت طول عمرك كده، في الاول يبان افكارك مستحيله بس كل مره بتطلعي صح. دي شهاده اعتز بيها يا استاذ سيف جدا بصراحه. لا والله يا انجي انت ست جدع بجد. طبعا بس ما تنكريش كمان ان حسام راجل جدع قوي. بصراحه شكرته على عمله امبارح. شوف شوف يا على فكره انا سامعه نام وهاجي اضربكم. لا ولا حاجه ولا اي حاجه خالص. طب عايزين نشتغل بقى. طبعا يلا بينا. طيب طالما هتشتغلوا انا هزق بقى. طب هتروح فين؟ هروح اشتغل انا كمان، بعد كده هقابل محسن بعد شويه. مش عارفه ليه قلقانه منك. لا والله ما تقلقيش، دي مقابله بريئه جدا بجد. يلا شوفي. طب هستناك. اكيد. باي باي. هينا وصلت. ايه مواعيدي؟ انت فين؟ لسه نايمه؟ لا لا لا، جايه على طول. مال صوتي؟ مفيش، اول مره اصحى رايقه. كتير عليا؟ طب ما تتاخريش يا ست رايقه. مش هتاخر معي. يا ابني انت بتدوس كده ليه؟ يمكن يردوا كده يا استاذ. وانت لما تدوس كده هيرد؟ ما تزهقنيش يا زين. اهو تليفون برين اهو. طب يلا رد. الو الو. قفلت ليه؟ واحده ست ردت عليا. يا دل يا ابني احنا عاملين جريمه؟ ما يمكن امه ولا اخته ولا اي حد. ايوه بس فتحي ما عندوش اخوات. ما يمكن اي حد يا ابني. صباح الخير. ايه مالكوا فيها؟ فتحي التليفون مقفول من الصبح، وفي القناه بيقولوا انه مش جاي عنده ظرف. هات هات التليفون انا هطلب. هات يا اخي. خلي بالك لو الست دي ردت عليك اقفل. ليه يعني؟ مش ممكن تكون مامته؟ وبعدين انتوا هتقلقوني ليه يا جماعه؟ دوس كويس يا استاذ على الصغير. الو؟ صباح الخير يا هانم. فتحي موجود؟ معقوله؟ لا الف سلامه يا فندم. انا حمزه البسيوني. اهلا بيك. طيب تسمحي لي اجي ازوره؟ طيب ممكن اخد العنوان؟ لا انا مفيش تعب ولا حاجه. فين؟ في الزمالك. الزمالك. طيب متشكر جدا. خلاص تحياتي. الست دي مش امه، ده كمين. ليه يعني يا زين؟ فتحي اصلا من شبرا. ممكن تخرس خالص؟ تعبان جدا وحرارته عاليه. انا لازم اشوفه، هروح له وانا